يا خالد، ايه الاخبار؟ اخبار الجامعه الامريكاني ايه؟ اوعى تقول لي هرب منك. مفيش سعادتك، انا اول ما وصلت بورسعيد قالت القوى المكلفه بمراقبه المشتبه فيه انه من ساعه ما رجع الاوتيل معليك ما خرجش منه. معليك توجهت للفندق وسالت عليه في الريسبشن، قالوا لي ان هو بيتعشى في المطعم مع مجموعه مصريين. دخلت المطعم لقيته بيتكلم معاهم، لكن المفاجاه الغريبه اللي حصلت انه لقيته سعادتك بيتكلم معاهم عربي. نعم، نهزر يا ابني؟ لا سعادتك مش بهزر، بس هو معليك عربي غريب كده، تحس ان هو قالب على خليجي، في بعض الكلمات السوري معليك. يبقى كان عايش في الخليج. المهم وبعدين؟ المهم سعادتك عرفته بنفسي وقلت له ان انا جاي اسمع اقواله في البلاغ اللي متقدم ضده. لسه سعادتك ما كملتش كلامي، لقيت واحد من اللي قاعدين راجل كده تخين شايف نفسه حبتين ثلاثه، زعق فيا قدام الناس وعلى صوته وقال لي انت معاك اذن النيابه يا ابني؟ فبصيت قلت له عادي يعني انا مش بواجه لك الكلام. قال لي انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ قلت له لا سعادتك انا مش عارف انا بكلم مين. لقيت واحد من اللي قاعدين معاهم قال لي ده زايد صلاح عضو مجلس شورى. وايه اللي يدخل عضو مجلس شورى في موضوع زي ده؟ طلع منين ده اساسا؟ قلت له اهلا وسهلا، انا جاي اسمع اقواله في البلاغ اللي متقدم ضده بخصوص التلفيات اللي عملها في الاوضه اللي كانت موجوده في الاوتيل. قال لي ده ضيف وضيف مهم وسائح مهم في مصر، ما ينفعش ان انت توجه له اي اتهام بالشكل دوت غير لما تتاكد. وبعدين الراجل دوت ضابط مارينز قد الدنيا، وبلاش الاسلوب اللي انت بتتبعه دوت. بصراحه ما عرفتش ارد عليه سعادتك. ضابط مارينز؟ عشان كده ماشي، يعني العربي بتاعه مش خليجي، ده عراقي. بس ده ايه اللي لمه على عضو مجلس الشورى ده؟ ما انا لما سالت سعادتك عرفت انه شركه التخليص الجمركي اللي بيتعامل معاها الراجل الامريكاني بتاعه اخو عضو مجلس الشورى. الله 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 الله، الموضوع فيه انه وانه كبيره كمان. طب انت لما دخلت على الجدع الامريكاني حسيت ايه؟ ارتبك؟ ارتبك ايه سعادتك؟ ده كان شمتان فيا قوي، خصوصا بعد ما الراجل دوت عضو مجلس الشعب علا صوته عليا قدام الناس كلها. يعني انا كان شكلي وحش قوي سعادتك. انت بتقول ايه يا خالد؟ يعني ايه شمتان فيك؟ انت رايح تحصل كبياله؟ انت راجل بتنفذ قانون. ايوه سعادتك، بس لو انا كان معايا اذن ضبط واحضار من النيابه كنت على الاقل اتصرف معاه بجرأه، ما كانش همني حد معليك. يا ابني قضيه الاتلاف دي ما بيطلعلهاش امر ضبط واحضار، انت نسيت اللي درسته؟ ايوه معليك، ما نسيتش حاجه، بس كل اللي انا خايف منه ان الراجل ده يهرب من مصر وما نعرفش نلحقه بعد كده سعادتك. يهرب يعني ايه؟ ما هو بعد اللي حصل سعادتك دوت وصوته العالي اللي كلمني بيه انا حسيت باحراج شديد، فقلت اخرج بره الفندق واستناه قدامه لعل وعسى ان الراجل الامريكاني ده يخرج لوحده اقدر اتكلم معاه. ما فاتش دقيقتين سعادتك الا ولقيت الراجل الامريكاني خارج ومعاه المصريين والنائب كمان. سعادتك ركبوا عربيه النائب، وطبعا معليك اعلم العالمين ان العربيه زي السكن ينطبق عليها شروط الحصانه. حصانه للنائب نفسه مش لو معاه حد مشتبه في ارتكابه جريمه. ما انا سعادتك اتلخبطت وما بقتش عارف اتصرف ازاي، فقلت اتصل بسعادتك تقول لي اعمل ايه. المهم راحوا على فين؟ سعادتك كلهم راحوا بيت النائب، والبيت مش بعيد عن الفندق، وانا سعادتك واقف قصاده مراقب كل حاجه ومستني اوامر معاليك. طيب يا خالد، طيب خليك عندك ووليني باللي بيحصل اول باول. ما بديهاش بقى، انا مش هستنى لحد الصبح. اوامر معاليك يا فندم اللي تشوفه. خلاص انا هكلمك تاني يا خالد، مع السلامه. معلش غالي انا لازم امشي فوق. مش تقول لي حصل ايه الاول؟ طب اقعد شويه بس عشان شكلي قدام الناس. لا الموضوع خطير، مش هينفع اقعد ولا دقيقه. عرفتوا مين اللي قتل؟ هتصل بيكي. سلام. طب مش انت المفروض اللي عازمني ولا ايه؟ خلاص روحي انت، بهزر روحي.